السلام عليكم ورحمة الله. ساعات في الشتاء بالليل بنبقى بردانين ومحتارين نشرب ايه يدفينا. تعالوا النهاردة نعمل مشروب مشبع وكمان بيدفي، مشروب شتوي وسهل جدا. تعالوا نشوف المقادير. يلا نبدأ. بسم الله. اول حاجة هقول لكم البهارات او التوابل اللي انا هحطها في المشروب بتاعي. عندي القرفة المطحونة، وعندي المسمار او القرنفل برضو طحناه، وعندي الجنزبيل او الزنجبيل، عندي كمان اليانسون النجمة المطحون. وده شكل اليانسون النجمة. ولو مش عندك استغني عنه وتقللي او تكتري في البهارات، كله على حسب ذوقك. انا دايما القرفة والمسمار والزنجبيل واللي هو اليانسون النجمة المطحون ده دايما بكون طحناهم وحطاهم في برطمان صغير. التوابل دي مع بعضها بتبقى حلوة جدا. بعمل كمان بيها نوع من الكوكيز، ان شاء الله هنبقى نعمله مع بعض. المهم ان هي بيبقى طعمها حلو جدا مع بعض، وانا هستغل الطعم ده في المشروب بتاعي. هحتاج كوباية من الحليب، وهحتاج نص بطاطاية كده، البطاطا الحلوة دي. بطاطا عندي كانت مسلوقة وخلاص ما حدش هياكلها، فانا دايما عندي في التلاجة بطاطا، واكيد انتوا كمان بتسووا البطاطا وبتحطوها في التلاجة وبعد شوية ممكن تكونوا مش هتاكلوها. فده حاجة حلوة جدا ان احنا نعمل بيها مشروب مغذي وفي نفس الوقت يكون بيشبع. البطاطا فيها البيتا كاروتين المهم جدا، يعني مش عارفة اقول لكم قد ايه مفيدة للبشرة والشعر والجسم كله. فاحنا دلوقتي هنروح على البوتاجاز علشان نعمل المشروب بتاعنا. وعلى نار هادية هجيب اي حلة صغيرة او كزرولة واحط فيها البطاطا المستوية بتاعتي، سواء كانت المشوية او المسلوقة، واحط عليها شوية من البهارات يدوب كده على طرف المعلقة، شوية جنزبيل وشوية قرنفل مطحون. ما نكترش البهارات علشان الطعم. نحط شوية قرفة وشوية من المسمار. هقلب. طبعا انا في المرحلة دي ممكن احط عسل نحل. لو انت عايزة سكر تقدري تحطي سكر في المرحلة دي او تحطي عسل. انا هحط يعني نص معلقة صغيرة بس عسل، وادي نص معلقة صغيرة عسل. ما قلتش العسل في المقادير علشان في ناس بتحب المشروبات من غير سكر او من غير عسل. انا واحدة من الناس دي، بس ما فيش مشكلة لما اعمل كده النهاردة اوريكم. هبتدي اقلب بس ايه علشان عايزة ريحة البهارات روعة. طبعا ريحتها مع بعض جميلة جدا. والعسل بتاعي اللي انا حطيته ده، طبعا انتوا كمان ممكن تحطوا السكر. وبعد ما شميت ريحة التوابل الحلوة دي هحط كوباية الحليب وهقعد اقلب فيه لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها. وكده خلاص اهو جاهز، وادي المشروب. طبعا ما تصفهوش، يعني البطاطا اللي فيه دي جميلة جدا. اضافة بقى اخيرة انا مش بعملها، يعني مش بعملها كتير، قليل جدا لما بعملها، بس صراحة بتعمل شكل حلو. هي اضافة معلقة واحدة صغيرة من الايس كريم، ايس كريم الفانيليا. هتسيح وهتعمل فوم احلى طبعا من الكريمة. ايس كريم صراحة شكلها حلو جدا. وبحط عليها رشة كده من القرفة. واو بجد جميل جدا. اتمنى ان هي يكون يعجبكم ومحدش يعترض على معلقة الايس كريم. احنا بنصور يعني لازم الشكل يبقى حلو. لو انت مش عايزة بلاش، بس طعمها حلو قوي كده. وبعدين انت يبقى ليكي يعني كل يوم حاجة صغيرة جدا تكون يعني خارج الدايت، يعني حاجة واحدة بس. فاختاري بقى طول اليوم تاكلي تمراية، تاكلي شوكولاتاية حتة يعني، او تاكلي معلقة من الايس كريم زي دي. اتمنى المشروب الشتوي ده يكون عجبكم وجربوه، واشوفكم في فيديو تاني، ومع السلامة.